يا صباح الورد يا معلم سالم. هقدم لك النهارده صفقه عجول شعاري، هقدم لك هنا مزرعه كامله متكامله، هقدم لك الفرصه الذهبيه من داخل مزرعه الحاج احمد ابو الحاج. جايب لك هنا السوق كامل متكامل، جايب لك هنا الديكور الباري، جايب لك الاناتي، جايب لك هنا 20 دكر شعاري من العيار التقيل، جايب لك صفقة هنا المكسب السريع، جايب لك هنا 19 دكر شعاري، جايب لك الايطالي، جايب لك الباري، جايب لك الاناتي، جايب لك 200 راس بفضل الله. كله ادعمني بصلاة النبي محمد، ادعمني بلايك وشير على سوق بلدنا. يوميا بعرض لك جديد، هقدم لك 20 ذكر شعاري. انا مش كده على المسار. هنا صلي على النبي تكسب. صلى الله هنا عليك. تصلي على رسول الله. وحد الله ان هقدم لك بقري وجاموسي، وان عجبك دلوقتي عرض على اللايف احجز مباشرة. عجبك عرض على اللايف؟ احجز مباشرة، هديك الشعاري اللي بياكل بحنكه. هنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. هجيب لك 20 دبابه. 20 دبابه. 20 رزق المشتري وصاحب النصيب يا حاج عبده، وال20 فرصه واحده. ال20 خبطه واحده. والفرصه ما بتجيش مرتين. هي خبطه. هي مره. يا تلحق يا ما تلحقش. تمام. هنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. نفض ربنا يا جماعه، احنا في داخل انبورت السولات مزرعه الحلويات. سلعة رجالة وسلالة، كل دعمنا بصلاة النبي محمد كده، ادعمونا بلايك حلو، أصل النهارده معلم سالم أقدم لك سوق كامل متكامل، اللهم صل على سيدنا النبي، ما شاء الله تبارك الله، دكتور يا رجالة المشروع مكسب السريع معلم سالم بيقول، العرض ده ما بتكررش مرتين، يا معلم سالم الناس كلها بتحج معايا بس مباشر على دماغنا، أي حد مشاهدنا على دماغنا تحت امر الجميع، بنمسع اخواتنا المغتربين بالحي ال 27 محافظه اسوان والدنيا بحالها. هنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه. هقدم لك ال 20 خبطه واحده، وال 20 فرصه واحده. معاك دكوره بار؟ معايا دكوره باري، نوتي باري، دكوره ايطالي، نوتي ايطالي، نوتي بلدي، صفقه عجول. هنا صفقه المكسب بفضل الله. تم على معلم سالم. صلي صلى الله عليه وسلم. 20 دبابه. 20 دكر رجاله. 20 دكر العمر يا عم عبده اربع شهور. اربع شهور تمام. 20 دكر نمبر 1. اللهم صل على سيدنا النبي. 20 دكر رجاله يا معلم سالم، مش عارف لك ايه؟ بالخبطات يا رجاله ولسه. هنا هنا مزرعه كبيره يا باشا. مزرعه؟ هنا سعر الجمله. يعني تاخد المصدر الرئيسي. هنا تاخد مصدر الجمله، تاكل عيش. تمام. علي تاكل عيش. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بالله عليك يا رجاله كده، بالله عليك، اي حد اي حد يخش من على اللايف يصلي مرحبا بالنبي. بالله عليك يا رجاله، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك المشتري واللي يخش على اللايف ده يا جماعه. بالله عليك 20 دول هقدمهم لك بسعر مغري. بسعر؟ بسعر ولا في الاحلام. اللهم صل على سيدنا النبي. 20 يا حاج عبده بياكلوا 21% علف. اللهم صل على سيدنا النبي. وال 20 مجنسين. بص يا حاج عبده يا رجاله، ما شاء الله تبارك الله، ال 20 احسن من بعض. تفتح مشروعك بارخص الاسعار. 20 دكر، لو هم 20 دكر باير النهارده بنص مليون. لا هنا هيديك بنص ايه؟ بنص الثمن رجاله، ما شاء الله. صلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. عايز ال 20 دول. ايوه. مفيش وقت يا عم عبده، ال 20 بيضربوا نار، ال 20 شعاري. تمام. ال 20 بياكلوا على تمثيل كده حاج عبده. تمام. واللي ياخدهم ما يحصلهمش معاه فرجة اسبوع. تمام. ان العيب الشرعي فيهم بيلزمني، سرة ركبة اي عيب يلزمني. تمام معلش. تيجي ال 20 قدم ده كده فرزة اولى. فرزة اولى. بكام؟ انت وصل النهارده العيب بتاعهم ده كله بدلا من 21000. ايوه. انا النهارده عامل لك زلزال يا عم عبده. ايوه يا معلم سالم. انت وصل النهارده قايل لهم بدلا من 21 والله ما حصل 17000. ايه؟ والله ما حصل 17000. وده يا معلم سالم. والله صحصح معايا البطل ده كله. بس بالله تصلي على النبي كده. صلى الله عليه وسلم. هقدم لك ال 20 يا حاج عبده. ايوه. لتواصي البطل بتاعهم ده كله. تمام. 14 250
14,250 ودي العشرين متوسط عجلهم 20,250 ونعايز 20,000,000 صلي على رسول الله. رقم التليفون فورا 010 14 88 45 22، وانا تحت امر الجميع عم عبدهم، ودي عرض الفرصة الذهبية. السعودية بتصبح من على بس حاجه يا عم عبدو، يعني 20 باول خبط معانا يا جماعه اهو، 20 دكر من مال الطيب 14,250 انفضخ العرض. انا قلت لك انفضخ العرض، انت الخسران بما يرضي الله. عادي زي كده يا رجاله 14,250. لا يا معلم سالم انت بتهزر ولا ايه؟ معلم سالم اه يا باشا، قول رقم التليفون فورا. رقم تليفون الحاج 010 14 14 88 يا رجاله 45 22 يا عم عبدو. هنا بيع كتير، تكسب دليل، تكسب 27 محافظه. هنا تصلي على النبي تكسب. جهينا بتصب عليك بقى يا سيدي. من فوق يا عم عبدو. خش خفض تاني يا رجاله. صلي على النبي تكسب. عليه الصلاه والسلام. هقدم لك هنا برضو 19 دبابه. لا معلم سالم، كل يا معلم كام دكر دول؟ 19 دكر شعمار شهر ونص. 19 دكر برضه. 19 دكر. تمام. والكمية مفتوحة. خش على البار حق الجسام الأول. خش على البار يا عم عبد. خليك معايا الله في حق الجسام، خليك معايا على العرض ده يا رجالة برضه. الأردن الناس كلها عرسنا من فوق. كل دعانا بصلاة النبي محمد يا رجالة، بالله عليك. النبي لو قلبك ذرة حب النبي تصلي عليه. عليه الصلاة والسلام. توصيل يا عم عبدو ليه مكان؟ توصيل؟ لأي مكان اتفضل، دول خمس ذكور، رقم واحد. واحد يا رجالة. رقم اتنين يا باشا اهو. اتنين رجالة ولوشتين تمام. اه رجالة. ثلاثة رجالة، عجل ولوشتين في براون. رقم أربعة، عجل مجنس رجالة اهو. قديم. طب ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا النبي. خمسة براون يا رجالة اهو. ده عجل البر أسمر حق سام دي صح؟ هو البص يا حاج عبد مش هاد اللي هيحكم. تمام. والخمسة النهاردة أكلين. خمسة؟ وهديهم لك النهاردة في كام؟ بكام بقى يا حاج سالم؟ بعد ما تصلي على النبي محمد. متواصل النهاردة تقريبا يا عم عبد، بدل من 22 ونص. أيوة. أنا عامل لك تخفيض عالمي على 19,500 عجلهم. بكام؟ على تصحصح معايا. دي ذكر مش نتاية. على كام؟ على 19,500. الدكر يا معلم. العرض مكلف 97,500 جنيه يا حاج عبد. 97,500 وانت لك العرض وانت الخسران كتير بفضل الله. ربنا يبارك يا معلم سالم يا رب، ربنا يبارك، ربنا يبارك. ست عجول مجنسين تجنيس من العالي. العرض ده عرض الكيفه. عرض عرض العمر بفضل الله. اجي عامل ازاي يا معلم؟ رجاله اجي من صغر السمنتال سمنتال بيقولوا رجاله ابو اول معلم سالم بيقول قليل السمنتال. عجل العرض بتاع العجل الكواكع، عجل مسلح قد بعض يا رجاله رومي ما شاء الله تبارك. عجله ورشتاين رشتاين رجاله اهو. عجله عامل ازاي؟ السبت اللي اديت على العجل من تحت الركب، العض بتاع العجل الحنان التهت يا رجاله اهو ما شاء الله تبارك الله. السمنتال برضك ربنا يبارك يا ابني. رقم اربعه خمسه رجاله ورشتاين اهو. ورقم السته رجاله هم عجل براون براون. لا يا معلم سام، هو العجل ده ما شاء الله تبارك الله. انا مش هغني كتير. مالها يا معلم سالم؟ هو المشاهد اللي هيحكم. تمام. هنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. تبص بعينك ترحم بقلبك تصلي على النبي تكسب. عليه الصلاه والسلام. هقدم لك الست النهارده في كام؟ في كام بقى يا حاج سالم؟ متوسط النهارده عجلهم بدلا من 26 يا معلم سالم. انا عامل لك تخفيض للساده المشاهدين لاخواتنا المغتربين، عامل لك السته ب 132 متوسط عجلهم 22,000 يا عم عبدو، وانا تحت امر الجميله بفضل الله. صحصح معايا كم؟ على 22,000. ودي يا معلم سالم عجلهم ب 22 البطل تقول له؟ في البراون في رجال عجل براون فلسطين في السمنتال. انا عندي اي حد رجال هنا في عجلين سمنتال يقول له بيور حط لهم حلقه ب 2 جنيه ونص. اه يا رجال زي واحد زي ده واحد زي ده يقول لك دي دول ب 60,000 جنيه. المعلم سالم بيقول عايز من الست يا عم عبد اثنين هبيله. تمام. في عجل بزيد عايز منه عجل هبيله. ربنا يبارك يا معلم سالم. 500 جنيه 500 جنيه يا عم عبد. والعرض ده يا معلم سالم اللي طالبه انا تحت امر حالا. احجز. قول لي رقم التليفون وعنوانك. يا عم عبد بالحجز. رقم التليفون 010 010 14 14 88 45 22. المكان المنوفيه وسطنا قرية عرب ابو سكر. مصلحة الاعلام الحاج احمد. مزرعة سعر الجملة مصدر الجملة. هنا ما تخلص الفضل. البحيرة بتصب عليك يا حاج سالم. من البحيرة تمن ورشيد والدنيا بحالها. ادعمني بصلاة النبي محمد
اتعاملني بضيف وشيء. هاتين لك يا عم عبدو 8 دبابات. 8 دبابات تمام. 8 نواتي. اللهم صل على سيدنا النبي بارك لك. 8 بص منوفي. معلم سالم من رضا الله العرض ده العرض ده العرض المقدم ده رجاله من معلم سالم الحاج. اقول قديمه يا رجاله. اجازه زكاه رجاله من رضا الله. تاخد دوره 3 شهور ربنا يكرمك. في الثلاث شهور دول ربنا يبارك يا معلم سالم. دول 8 نواتي يا رجاله. معلم سالم. 8 هرد عليهم عرض اعلامي. اما حاجه عبد السلام قسما بالله ما كره مرتين تمام لو عايبك العرض ده من حجز يا عم عبدو من حجز الله يبارك لك رقم 5 يا باشا 5 رجاله 6 بعد بص يا عم ازاي يا عم عبدو اجل رجاله صغير اجلات يا رجاله مجنسه اجل صغيره كده رقم كام الحلاب ابو عزيز حاج سامي اجل يا رجاله ما شاء الله تبارك الله رقم 7 اللهم صل على سيدنا 5 8 رجاله يا يعني اصغر ما فيهم احلى ما فيهم تمام هقدم لك النهارده 8 بكام بكام بعد ما الناس معاك تصلي على سيدنا رسول الله تمام هقدم لك الثمانية متواصل اجلتهم بدلا من 15 700 انا عامل لك عرض عليهم عالمي ايوه متواصل اجلتهم 12 750 الثمانية عاملين 102 كم؟ الثمانية عاملين 102,000 ودي يا معلم صلي على النبي تكسب كم؟ 102 طب ارتفع العرض يا معلم سالم انا تحت امر دلوقتي حالا قول لي عنوانك فين ورقم التليفون منوفية وسط قرية عرب ابو ذكري مزرعة العلام الحاج احمد عندك مصدر الجمعة عندك شحن حاج سالم عندي الشحن دلوقتي حالا تمام ربنا معلم سالم اقول لك على حاجة بالله عليك انفتح العرض الدفاع على الرجاله دي بمرض الله صلي على النبي انفتح العرض الدفاع ده يا رجاله بمرض الله انت الخسران بمرض الله وانفتح العرض انا قلت لك يا رجاله العرض ما اتكررش مرتين تمام هنا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هقدم لك شامبوهات لسه معايا الخير يا قامت الرسبه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هقدم لك هنا 5 دكور يا عم عبده نمبر 1 5 دكور الخمسه النهارده فانتو ما شاء الله طب العمار 5 بقى ايه كل عجل متنقع على عجل يعني كل عجل متنقع على عجل والعمر 4 شهور العمر 4 شهور تمام بص هنا في مصداقيه في امان تمام ولا بلغ ولا تغيير ولا تبديل حاجة عبد اللهم صل على سيدنا رسول الله يا عم عبد صلى الله عليه وسلم فرق مش الاجل واحد اللي عم عاش رقم 1 يا عم عبد واحد رجاله اهو تمام رقم 2 يا عم عبد 2 عجله قديمه رجاله 3 ما شاء الله هنا تصلي على محمد 4 وهنا 5 يعني كله حق سالم ولا شطايل الخمسة بص حق عبده اللي اتذكر ميزة اتذكر لازم مذكر هنا تصلي على النبي تكسب الجيزة على دماغ ده عبد مطرشين والدنيا بحالة على دماغ رشيد حق سالم مس عليه رشيد على دماغنا من فوق بس دعمني في صلاة سيدنا النبي دعمني في ليك وشيء هقدم لك الخسارة كام؟ بكام؟ متواصل هلا لهم عامل كام؟ البطل بعد ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه من 25,500 ايوه انا بقدم لك العاشر 5 بدلا من 127.5 ايوه هقدم لك الخمسه ب 107.5 ودي يا معلم سالم ب 107.5 بكام؟ عايزك تركز معايا رجاله بالله عليك على 21,500 عشان غيرك يلزق من وراك على 21,500 يا معلم سالم وصحصح في الليله دي معلم سالم اطلب من كل استاذ سالم ابو شمال على البث من الناس المحترمه يدعموك يا حاج سالم بالله بالمعنى معنا داخل واحد 200 على اللايف 201 210 اي حد يشوف المعلم سالم يا جماعه القلب وسرة حب النبي اتعامل بصدق النبي محمد يا رجاله حاج عبده هو يا ملاك والله الواحد 21,500 رجاله ولا معلم سالم يا معلم السر حلو السر حلو البركه دي من الله بعيك يا معلم سنه والله على كام يا عم عبده 21,500 وانطلب العرض انت تحت امرك يا باشا دكتور عندي توصيل حالي ابعت لي عربيه وابعتهم لك حجز دلوقتي يا رجاله حجز على اتصال تمام خش في عرض يا معلم سالم هنا 5 دكور يا عم عبده عمار 5 ركبه شويه تمام والخمسه مجنسين الخمسه كميه مفتوحه بفضل الله تمام معلم سالم عامل ازاي يا عم عبده رومي يا باشا معلم سالم هنا العجول عندي رومي الظهر يا رجاله سوى الجامس سوى البجري عجله من الصغر رجاله بطله ربنا يبارك لك يا معلم سالم يا رب ايه الحلاوه دي؟ 3 رجاله 4 ولوشتين يا رجاله 5 عجل ولوشتين رجاله يا حاج عبد عندك ذكر في ناس يا رجاله العادي ناس يا رجاله الناس من الصهاج ولا من جنة ولا من المنيا اي حد على دماغنا من فوق اللي هيقول يا رجاله فليزر عندي الفليزر هنا نمبر 1 تمام
دبي بتصبح عليك من على البس المنيا كم الساعة محتوى الحق سامي؟ ودعمني بليف وكم الخمسة اللي معاه دول؟ بكام؟ متوسط النهاردة عجلهم بدل من 28 ايوه انا عامل لك تخفيض عالمي عجلهم مدرب 22 500 كم؟ على 22 500 بقدم لك الخمسة ب 112 ونص طب لو طلع عرض معلم سالم؟ انا تحت امره وبدري عم نعدي بالحجز بالحجز يا رجالة هنا تصلي على النبي تكسب عليه الصلاة والسلام على 22 500 وتصلي على النفل اللي بيا ووديك احسن هديه من داخل مزرعه الحيتان يا معلم سالم انا والله ما محروج منك امبارح يا باشا كنت تعبان ما صورتش معاك على اللايف دلوقتي معانا 250 على اللايف انا كنت نفسي اتمنى اصور معاك يا عراء امبارح اتمنى العرض التاني عم عرض فضل ما بيقعدش اتمنى حق سالم سوى العراقي سوى الباجر ما بيقعدش ليه سعرك حلو بتعامل ناس حلو كله هيك عم شرقيه بتصبح عليك شرقيه واهل الشرقيه على دماغي من فوق سلعه محترمه يا رجاله ايه الخمسه ب 112 500 يا عم عبد معلم سالم بمرض الله العرض يا رجاله اهو عقول مجنسه يا رجاله حق سمونوت ودي ولا كوره ولا دي كوره حق عبد ودي ضد كوره خمس دكوره عمر خمس شهور ب 112 ونص خش على السلعه محترمه التانيه هي تصلي على النبي تكفى عليه الصلاه والسلام قدم لك ثلاث عجلات سيمنتال سيمنتال رجاله واحد في براون براون في هولوشتاين ربنا يبارك لك النهارده يا عم عبدو بكام بعد ما تصلي على سيدنا النبي قدم لك دره كام دول بدل من 60000 عاملين 57000 جنيه معاك سبعه وكام 57 57 الناس تعمل صلاه النبي محمد ايوه ب 56 بس طب الناس بتحب الحاج سالم والناس ب 55 والناس معاك على اللايف دعمنا صلاه النبي محمد ب 54000 يا عم عبده ويا جماعه اللي عايز عرض هنا بالحجز هنا يا عم عبده الحجز وسنا منوفيه قرية عرب أبو زكري مزرعة الحاج أحمد أبو الحاج مصدر الجملة معلم سالم السعودية بتصب عليك طلب رقم التليفون والعنوان المكان يا باشا المنوفية جوسنا قرية عرب أبو زكري مزرعة الحاج أحمد أبو الحاج رقم تليفون 010 14 88 45 22 عندنا 54 54 يا رجاله ما شاء الله تبارك الله يا معلم سالم اقول لك حاجه سالك كده يا ابني انا والله بحيك على السلعه المحترمه دي سلعه وسلعه يا رجاله طب الناس بتحب حق سالم يا معلم سالم طالع عندي كده الناس بتحبك بتتابعك والناس دعمنا في صلاه النبي محمد ايوه الناس المحترمك على اللايف دي تمام الناس اللي بتصلي علينا في التعليقات صلى الله عليه وسلم دعمني بقلب احمر محترم كده واللي معاك الناس كلها على اللايف دي عم عبد على دماغي من فوق معلم سالم خوك سالم النهارده بدل ما 54 انا النهارده 6000 الناس المحترمه الناس دعمني في صلاه النبي محمد ب 53000 جنيه يا عم عبد كم؟ 53000 مهندس اسامه حاج سالم مس عليك من دبي ربنا يا عم عبد يجيبه سالم غانم لا يا رب اي حد يا جماعه المغتربين ربنا يجيبه بالسلامه يا رب ما شاء الله تبارك الله والناس اللي بتتابعنا دي كلها على دماغنا من فوق ولسه الرجاله معانا خبطه لسه معايا يا عم عبد 19 الخبطه حق سالم قول لي قبل ما لسه معايا 19 ومعايا 11 ومعايا 15 ومعايا 10 تمام هنا مزرعه 200 عجل يا باشا تمام قدم لك هنا بقى كام حته قول كام عد قول لي خبطه قبل ما نخش تمام الساعه يا عم عبده بدل من اليوم 12500 بقدم لك تكرهم 12500 جنيه ودي يا معلم سالم 12500 العرض ده العرض ده يا عم عبده 19 دكر 19 دكر طب رجاله في ايطالي بيقول في الوشايه رجاله في تكره فيهم ورشطايه العجل زي ده كده يا رجاله ب 12500 انا بتحداك في السنه دي يا رجاله في السنه دي عند الحاج سالم سلعة محترمة اهو اربع رجالة خمسة دي ستة سبعة دقايق رجالة الاكل رجالة اهو ثمانية رجالة ثمانية دي رقم تسعة رجالة اهو عجل من صغره ومجنس رجالة تسعة هذا العشرة رجالة طلعوا ربنا يبارك لك يا معلم سالم يا رب هنا تصلي على النبي تكسب عليه الصلاه والسلام يا عم عبد كلها بص اهم حاجه الاكل والشرب برسيم اهم حاجه الاكل والبرسيم ده اهم حاجه العلف والبرسيم تمام بقدم لك دول على 12500 العجل زكاه يا رجاله سمنتال لا ده هو عجل جاموس يا رجاله عادي
ربنا يبارك لك يا معلم سالم. 12500 عم عبده. تمام. على 12500. تمام علم سالم. وديك احسن هدية. والبهام دي اكالة في البرسيم عقول شعاري. علم سالم. على 12500. طب اللي عايز من 10 منهم. اللي عايز 10 يبيع له. واللي عايز 2 يبيع له زي ما عبده مش زي بعضيها. في كبير في صغير. وحياة النبي محمد. تدعمني بصلاة سيدنا رسول الله. معلم سالم. تدعمني بضيق لهذا الفيديو. واحد بقى يا حاج سالم انت صادق في الكلام ده. بعت لي عنوانك بقول لك يا باشا المكان يا باشا هو مصيبه يا معلم سالم مش مد السنه دي الراجل ده مش مسد السنه معاه اللايف يا باشا صدق عيبك صدق ولا نصدق يا باشا ابعت لي عربون احجز لك بايمه يا عم تعالى نورني وشرفني خد اللي انت عايزه واصورك يا باشا بس مباشر تصدق ولا تصدق يا باشا يا حاج الكلام ده حقيقي قول لي عنوانك بالظبط يا حاج سالم منوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج احمد ابو الحاج هنا تصلي على النبي تقصد لا تعمل لك شيء تمام وحد الله قول لا اله الا الله لا اله الا الله ادعمني بصلاه سيدنا النبي تقدم لك 19 ذكر تمام على 12500 على كم؟ على 12500 تمام وتصلي على النبي في الليلة تدعمني بصلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي التاجر يا عم عبده هم الاكل والشرب هم تمام اقول اكل فوق بالله هاي رجال الاكل دول 19 دقيقه رجاله اللي عايزهم يتواصل مع الحاج سالم ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على سيدنا النبي تنورني على راسنا من فوق اي حد يا جماعه نورني الاكل يا رجاله ما شاء الله تبارك الله كم حاج سالم دول؟ على 12500 يا جماعه 12500 يا حاج سالم اتفرج يا باشا اهو الاكل يا رجاله جاموس بصف النفوس هنا يا رجاله ربنا يبارك لك يا معلم سالم 500 يا عم عبد الاكل يرجع ايه اللي بيرنوا بتاعتك يا باشا هم على 12500 يا باشا على 12500 عجلهم 19 ذكر 19 ذكر يا ريس على 12500 تمام اللي عايزهم اهم يبعت عربون يا عم عبد الاكل والشرطه اه رجع الاكل اهو يعني كل ما رجاله يقول قديمه ومتحصنين اللي متحصن. ما حصرهمش تمام على 12500 وال20 دول ال20 على 14250 يبعت عربون رح يشوف هنا يا عم عبده اقول لك يا معلم سلم سلعه محترمه رجاله كل ده انا بصدق محمد كده رجاله اللهم صل على سيدنا النبي ولسه رجاله برضه معانا مفاجات لسه ال 10 عيدات يا عم عبده النوفي ال 10 عمر 5 شهور رجاله بمرض الله ال 10 دبابات ال 10 رجاله بيقول مجنسه كلها ال 10 مجنسين وشراوا المعلمين هنا تصلي على النبي تكسر عليه الصلاه والسلام العشرة جاموس منوفهم العالي تمام تجنيس سلاله العشرة بميرد الله الجنسيه رجاله طالب في عراق رجاله صلي قدام دي منوفي منوفي رجاله رقم ثلاثة معانا على اللايف رقم أربعة رجالة تمام اللهم صل على سيدنا النبي رقم خمسة خمسة يا عم عبده ستة رجالة سبعة دبابة سبعة عجلة بلدي منوفي رجالة والغول ربنا يبارك يا معلم سالم تسعه تصلي على النبي تكسب ايه؟ عجلات رجاله دي عجلات اهو اهو عجلات من مرض طيب تمام تسعه ثمانيه تسعه ايه؟ تسعه تمام 10 دبابه 10 والعمر 5 شهور رد يا معلم سالم عجول مجنسه تجنيس من عالي اجوز سيب الدلب يا رجاله دي نوت جاموس والاشتاين في جاموس ده رجاله عجله من الصغرى بحجم الفيل تمام العمر كام يا حاج سالم؟ العمر 4 شهور قول لي السعر محترم بكام؟ قدم لك ال 10 بقى جبت 21 ونص قدم لك ال 10 ب 172000 بكام؟ 172 طب ما تقول العرض يا معلم سالم تحت امره كام؟ على 17200 وتصلي على الزيت 17200 وال 10 دبابات اه يا رجاله هنا تصلي على النبي تكسر عجله من صغيره يا رجاله ايه كعب اجلات من اجلات من الطراز اه يا رجاله مش عايز كلام 14200 اجلات بلد منهم من الطايف اللي عايز خمسه هبيع له اثنين هبيع له تمام العرض 272 واللي عايز عرض واللي عايز عرض فواكه عرض عرض الفواكه اسمه عرض ايه؟ عرض الفواكه وهقدم لك شامبوين 10 تريلات بص طالب يوم تمام هنا تصلي على النبي تكسب ومن فضلك العرض يا رجاله ده ب 12500 العرض ده يا رجاله 19 ذكر وفتح العرض كله انت خسران ربنا يبارك للمشتري وصعب النصيب يا رب اللهم صل على سيدنا النبي
يا معلم سالم. قدم لك 10 اناد 10 ذكوره وانت يا طالب. تمام. العشرة اوزان 110 كيلو 115 كيلو. دي اول نتائج كده فيهم ايه؟ وكلهم 10 ذكوره. كلهم 10 ذكوره. هو عامل ازاي يا عم عبده؟ اللهم صل على سيدنا. سمنتال بيورد يا باشا. تمام. يعقول يا طالي. طيب يا رجاله. عمر 5 شهور. طب خليهم زي ما هم خليهم زي ما هم. عامل ازاي يا عم عبده؟ هنا تصلي على النبي تكسر. علي الصلاة والسلام. بص يا عم عبده. الارض رجالت على رجله. تمام. بص 10 ذكوره وانت 10 ذكوره خليك مع الله تعالى جسم معلش. عم صلاه ست النبي كده. لو قلبك ذره حب النبي تصلي عليه. عليه الصلاه والسلام. هنا تصلي على النبي تكسر. هنا تصلي على المصطفى. صلى الله عليه وسلم. يا عم دوس بديك جاموس بصف النفوس. تمام. هقدم لك كده دبابات. دبابات يا رجاله. اقول عامل ازاي؟ شوف حد عامل ازاي مع عبده كلهم 4 شهور. 4 شهور. انا اللي بطلت يا رجاله. بص حد كل 4 شهور لطلبه. اه يا رجاله. اللهم صل على سيدنا. 10 دبابات يا عم عبده. ال 10 كده دبابتهم. 10 وانتاية. 10 وانت. قدم لك كده بقى السعر بكام؟ بكام؟ متوسط عجل الدبابه دي بدل من 32. ايوه. انا عامل لك خبطه واحده. خبط كام واحده يا جماعه؟ متوسط عجلتهم. ذكر. عجلهم في الذكر. ايوه. على 19000 جنيه. 19000 جنيه. 11 حته 10 ذكوره وانتاية. تمام. قول لي النتايه فين؟ النتايه حق عبده اهي. هتلاقي ابو حسين. خليك بس كده بالله عليك. خليك تتابع عالي اشرب عمله يا عم عبد. معلم سالم. معلم سالم. معلم سالم. طب الناس بتحب متابعك. والله ده من الاخر. هقول لك حي يا عم عبد. تمام. والناس تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. الفهم دي متوسط عجلهم بكام؟ ب 18000 جنيه. بكام؟ ب 18. طب العجله دي لوحدها؟ العجله دي عامله 20 لوحديها. يعني الدكوره بكام والنتيجه بكام؟ النتيجه ب 20 والنتيجه 18. تمام. وانا تحت امر الجميع. واللي طلب دكتور اي عرض هنا بالحايز. تمام علي بسالم. رقم تليفوني 012 012 01 901. المكان؟ المكان المنوفيه جوسنا قريه عرب ابو زكري مزرعه الحاج احمد ابو الحاج. ادعمنا بصلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك يا حاج سالم. شكرا كورة جاوب معانا على البث. عمل متابعة. شارك البث يا رجالة. انا بحييه من الساعة المحترمة. وربنا يبارك. ادعموا لك يا ابن كده رجالة كده. أي حد يخش معانا على البث. وأقول لك حاجة أوعى يفوتك العرض الأكل ده اللي هم 19 ذكر في 12500 جنيه. في 12500 رجالة. العرض ده الدكتور دي كورة رجالة. 19 ذكر في 12500. من فضخ العرض كله انت الخسران بما يرضي الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.